لقائنا متواصل مستمعينا الكرام ومستمر بطبيعة الحال لحدود الساعة 11. وغنمشيو مباشرة نرحبوا بالأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك أستاذ شكرا أحلمي. لك أختي سكينة، شكرا أهلا لك، وسهلا، تحية لك وتحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا الله يحفظك. بارك الله فيك. إذا اليوم غادي نختموا هذه السلسلة من الحلقات على الثقافة المغربية. نعم. وناخذوا نصائح عامة كيفاش نحافظوا على الثقافة في التغذية ديالنا، على أساس أننا نرجعوا لها إن شاء الله في فرصة قريبة في جزء ثاني. ولكن لو سمحتي لي عندي لك ملتمس، هو ملتمس مني وملتمس من المستمعين. إذا كان ممكن حلقة نهار اثنين إن شاء الله نديروها على الاير فراير، لأن بزاف ديال الناس كيسولوني عليها وشنو خاصنا نديرو وشنو ما خصناش نديرو. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اذا استاذي، اشنو اللي نقدروا نحافظوا عليه في ثقافتنا ويمشي مع عصرنا؟ لانه حنايا من قبل في الصراحه الماكله راه كان عندها طقوس، راه ماشي غير اجي وطيب، وماشي غير اجي وكيتعطاك الكانون، وماشي غير اجي وكيتعطاك الصينيه والبراد. واتاي حنا عمرنا ما كان كيتشرب بطريقه باش كنشربوه دابا، كيوجد في 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 3 دقائق ولا في 2 دقائق. نعم. دير الغلاية ديال الضو، دير اتاي كب عليه الماء شحر صافي. اتاي كانت عنده طقوس. نعم. اتاي كان خاصو يتعمر على الاقل على الاقل على الاقل واحد 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 30 دقيقه وانت كتعمر في اتاي، والا كتكون قلت صواب. نعم. هادشي حنا للاسف ديالنا كنفتقدوه، حنا مابقاش عندنا الوقت. حنا اللي كنقول لك رجعوا نقول لهم. نعم. الحمام كانت المراه كتوجد ليه نهار، دابا حتى السبعه. نعم. كتقرر تمشي الحمام السبعه وتلوج كتدخل العشره كتجي فدارها. نعم. عوض ما تكون ارتاحت كتجي مستريسيا. اذا عندنا مشكل. نعم. كيفاش نقدروا نحافظوا. نعم. على ثقافتنا ونجروها لهذه الحياه السريعه. نعم. اللي ولينا عايشينها. نعم فعلا اختي سكينه، اولا لينا الشرف اننا طيله هذه الاسابيع كامله اكتشفنا بعض النقاط القوة ديال الثقافة الغذائية المغربية، وكان الأهداف اللي كانت في هذه الحلقات اللي دازوا هي أهداف تكاد يعني تبدو واضحة للمستمعين، وهو أولا تحريك نوع من النوستالجيا عند المستمعين، وهذا الشيء كنظن أننا توفقنا فيه الحمد لله وبتوفيق من الله، وهذا الشيء لمسناه في الاتصالات ديال المستمعين. النقطة الثانية من الأهداف هو أننا نبينوا أن الحس الصحي والحس الاقتصادي والحس الثقافي والحس الاجتماعي كان حاضر في الأسرة النووية المغربية، لا من حيث الأم ولا من جهة الأم ولا من جهة الأب ولا من جهة الأجداد. فهذه هي الثقافة، فثقافتنا هي تتحدث عن نفسها. فلما نتحدث عن الثقافة المغربية فنحن من نكتسي القيمة، صراحة هي تتحدث عن نفسها عبر الزمن. ولذلك كلما تكلمنا عن ثقافة وثقافتنا المغربية وجب عفاكم التحلي بالحرص والعناية، فالجميل لا يحتاج التجميل. ثقافتنا احنا جميلة لا تحتاج التجميل، فقط يجب أن تتحدث عنها كما هي، ولا ينبغي أن نتحدث عن التحسينات. نعم كنديروا تحسينات، ولكن في ثقافتنا الغذائية تحسينات بعض المرات تكون عكس ما يعني ما بغينا احنايا. فعلى مدى اسابيع شفنا مدى الانسجام ديال هذه الثقافه المغربيه اجمل ما كاين، وهذا ما يزيدنا الا فخرا. وقلت لكم انايا علاقتنا بالثقافه وعلاقتنا بالثقافه الغذائيه، ونذكر انني ملي كنقول الثقافه الغذائيه ما كنقصدش الاكل، ملي كنقول الثقافه الغذائيه كنقصد أنايا في كل محطات، سواء محطات يومية ديال الأسرة ولا محطات مناسباتية. إلا والمرأة حاضرة بلباسها التقليدي، إلا والرجل حاضر بلباسه التقليدي، إلا والفراش والغطاء والأواني حاضرة، هذه هي الثقافة. الثقافة الغذائية راه ماشي هي الأكل، لأن هذه السيمفونية الجميلة تنتهي بوجبة عظيمة جدا، سواء كانت مدفونة ولا طنجية ولا بيصارة ولا هذه. المهم الثقافة، إن شحال من واحد كيسمع الثقافة كيسحبوا غير الماكلة، لا ماشي ماكلة، الثقافة فيها بزاف ديال الأمور. فقلت أنا شفنا، وهذا يعني من دواعي الاعتزاز، شفنا مدى انسجام هذه الثقافة مع ما يوصى به الآن عالميا. تخيلوا الآن دابا غتشوفوا وسجلوها عندكم وسترون كل المؤتمرات تتحدث عن ما فعله المغاربة، ماشي بشعر طريقة مباشرة
طريقة غير مباشرة. مي كتشوفوا المؤتمرات تتحدث عن الميكروبيوت، كتشوفوا المؤتمرات تتحدث على ليزاسيد غرا أكوختشان، أحماض دهنية قصيرة السلسلة كاينة في السمن. مي كتشوفوا البروبيوتيك والبريبيوتيك كاينة في الخميرة البلدية، كاينة في اللبن، كاينة في السايكوك. مي كتشوفوا يعني المؤتمرات كلها غادة بالنصائح اللي المغاربة داروها، هذا دليل قاطع ما محتاجينش نثبتوه، هو ثابت راسو، على أن الحس الصحي كان موجودا عند الأجداد ديالنا، وهذا ما يزيدنا إلا فخر واعتزاز. فهذه الأسابيع كان الجزء الأول، باقي إن شاء الله الخير موجود في الثقافة ديالنا، فقط باش يعني يكون هناك تنوع في الحلقات إن شاء الله. الاثنين أختي سكينة إن شاء الله الطلب مقبول، إن شاء الله نديروا حلقة على هذا الإير فراير إن شاء الله بإذن الله، على أساس أننا غنبدأ إن شاء الله في حلقات الأعضاء اللي غتكون حلقات اللي أنت أيها المستمع أيها المستمعة ماشي تنمرض، عاد نعرف الجسم ديالي، نعرفه كل عضو شنو هو، كيفاش كيشتغل، شنو كيبغي، شنو هما الخلايا ديالو. هاد الثقافة خصها تكون عند الإنسان العادي اليوم، الإنسان المثقف، الإنسان العادي، الإنسان المغربي بالذكاء ديالو، ما يمكنش هاد الشيء يفوت عليه. أنت عندك الهاتف كتعرف تخدمه، كتعرف شنو فيه أسراره، عندك السيارة كتعرف أسرارها، ما يمكنش ما تعرف الجسم ديالك. وبالتالي غنغوصوا إن شاء الله في أعماق الفيزيولوجيا ديال الجسم، وكل مرة نتحدثوا على عضو نعطيه معلومات عليه، شنو بيان سور دائما علاقة بالجانب الغذائي. فاليوم مادام يعني الختام ديال الجزء الأول ديال الثقافة المغربية، فهناك بعض المقترحات اللي فيها تنوع بين الجانب ديال المجتمع المدني، كيفاش نحافظوا على ثقافتنا، الجانب ديال المؤسسات يعني الرسمية، كيفاش يعني الحمد لله كاين اشتغال كثير جدا. واللي هذا الشيء هذا جميل أنك تلقى الثقافة أختي سكينة، الثقافة الغذائية المغربية تجمع وزارة الثقافة وزارة السياحة وكل الوزارات، وهذا جميل جدا. وهذه قوة ثقافتنا، قوة ثقافتنا هو أنها كتجمع الإنسان. فمقترحات من أجل أننا يعني حنايا نعرفوا هذا كما قلت البارح، نستشعروا الاهميه ديال هذه الثقافه ديالنا، ولا عقلتي كنا بديناها بكاس شايف ثقافه، ساليناها البارح واحد الجوله سياحيه في المغرب كامل وكل مكان وشنو كيعطينا. ف قلت انايا يعني الاكل لما كيكون في الثقافه فما هي الا نهايه سنفونيه ديال اللباس والفراش والاواني، فهو نمط حياه. فبعض المقترحات، أولها يجب نسوق محليا ثقافتنا. شنو معنى نسوق؟ احنا دابا هاد البرامج كلها، هاد الحلقات كلها هي تسويق داخلي وخارجي، تسويق لثقافتنا. علاش؟ لأنك تلقى أختي سكينة في المنزل ثلاثة الأجيال، تلقى ربما الجيل الأول والثاني عارف هادشي، مي الجيل اللي ما عارفش باش يدنبو. احنا بالعكس، احنا هاد الجيل ديال اليوم خصنا نكسبوه، ما بغيناش بالعكس هاد لا غولاف وهاد، والحمد لله حنا غاديين في هاد الاتجاه هذايا. فيجب نعم استاذ الغذائيه المغربيه ديالنا على اساس انها تعتمد الصحه، هادي عقلوا عليها مزيان، عقلوا على ان الثقافه المغربيه هي ثقافه تعتمد الصحه. هادي يعني كما كيقولوا سي سيني صافي، يعني ما نحتاجوش عاد نناقشوا فيها. اوكي، تتميل المنتوج المغربي والعناية بالإنسان اللي ينتج هذا المنتوج، وهذه مسألة مهمة بزاف. زيت أرغان، نهام تتميل الأرغان وتتميل المرأة الأمازيغية الجميلة، لا في تفكيرها ولا في شكلها. كنعرفوا احنا الجمال مطلوب، أي واحد فينا يحافظ على الجمال ديالو، الجمال شي حاجة اللي هي جميلة بزاف، ودافع موتيفاسيون تخليك تعيش، ان الانسان يحافظ على بشره زوينه، يحافظ على شعر زوين، يحافظ على قوه في الجسم ديالو. فالجمال الله سبحانه وتعالى خلقه، يعني ما فقلت انايا مثلا الارغان، المراه اللي كتهرس هذيك اللوزه ديال الارغان، وراه قلت لكم البارح القصه ديال الارغان في العالم كله كتبدا مع عند هذيك المراه. وبالتالي تتمين المنتوج نعم، لكن العنايه بالانسان هذه مسألة. وهذه المرأة عندها زوج، عندها وليدات، عندها أم، عندها أب،
وبالتالي وجب العناية بالإنسان. مسألة أخرى واللي العالم غادي فيها واللي تبتات الوجود ديالها، هذه مسألة مهمة جدا، هو ليكونومي سوليدار أو الاقتصاد التضامني المستدام. اقتصاد تضامني اللي صراحة انتك يعني كأنك ما كنسميش مستهلك بين قوسين، ما هو مستثمر، انت مي كتشري منتوج مغربي ما عنده واحد التعاونية، انا بعد المرة واخا نقول غالي كنتأكد بعدا على الاقل راه وصل لهذيك الناس، وصل لهذوك الناس. وبالتالي اقتصاد تضامني ولا ليكونومي سوليدار دورابل، اقتصاد تضامني المستدام، سترونه من هنا القدام غتشوفوا هذه الكلمات كتعاود بزاف. علاش؟ لان الدول اللي خدات تجربه ديال الاقتصاد التضامني ولات هذيك الثروه تميل للعديد من الاسر، وهذه مساله مهمه بزاف. ماشي انت تجي عندك الفلوس تجمع المنتوجات ديال التعاونيات وتمشي وتحيد لهذيك الاتيكات وتسميها بسميتك وتبيعها كان هادشي ما بغيناش. وهادشي الحمد لله في المغرب يعني كاين تطور كبير جدا في المجال ديال التعاونيات في المغرب. واخا كذلك تكتل المنتجين، اي واحد اي ناس كاين تجي واحد المنتوج بحال مثلا زيت الزيتون باش نحميوه من المضاربات باش من نحميوه من الوسطاء، ضروري يكون تكتل ديال المنتجين. كاينه تكوينات، تكون تكوينات في الثقافه الغذائيه المرتبطه بالصحه، هذه مساله مهمه بزاف. وخصنا المجال الطبخ، خصكم تعرفوا بلي مختص في التغذيه في الكارير ديالو التكوين ديالو من ضمن لي موديول اللي كيقرا لا كويزين ولي تكنيك كولينير، يعني للطبخ خصنا نمشيو في اتجاه الطبخ المناسب للثقافه المغربيه واللي كيتماشى مع الجانب الصحي. حيت انا ملي غنطيب شي حاجه اللي هي غير صحيه بالنسبه لي راك ضيعتي لي زانغريديون وضيعتي الوقت وضيعتي الصحه وضيعتي كل شيء. فتكوينات في الثقافه الغذائيه المرتبطه بالصحه، تكون معارض جهويه للثقافه المحليه. مثلا انا بالنسبه لي بركان الليمون ها هو، ولكن شنو ممكن نصنع انا من الليمون؟ شنو ممكن نصاوب من الليمون؟ شنو الوجبات اللي ممكن ممكن نجتهدوا؟ مثلا انا عندي مثلا واحد المنتوج مثلا الزعفران، زعفران شنو ممكن نصاوب انا من هذا الزعفران؟ فمعارض جهويه للثقافه المحليه. لما لا ما يكونش متحف، هذا الشيء شفناه خارج الوطن، يكون متحف للثقافه المحليه. واخا وعفاكم ما تنساوش الفضاء الاخضر، الفضاء الاخضر يعطي يعني شوفوا غير المعارض العالميه الان دابا لاحظوا واحد الملاحظه غتلاحظوها الان وغتشوفوها من هنا لقدام. المعارض المكاتب دابا تصور اختي سكينه ولاو مكاتب العمل فيها يعني لي فيردور، فيها الفضاء الاخضر. دابا شويه غتلقاو شركات بالفضاء الاخضر، كتلقاو دابا شوفوا غير العالم، الناس اللي متبعين العالم ديال الفيديو كليبات وهذا كتلقاو كلشي كيصور في الطبيعه، كلشي كيصور حدا العود، كلشي كيصور حدا النعجه، كلشي كيصور حدا المعزه. حتى الافلام دابا الافلام اصبحت يعني تصور في الطبيعه، حتى لي كونسيبت ديال لي زيميسيون كتلقاو دي كابسول ولو صغارين وسط الطبيعه. وبالتالي الفضاء الاخضر مهم بزاف نسوقوا له حنا كبلد المغرب، نسوقوا الفضاء اننا عندنا حنايا المغرب كله حديقه، خصو يبقى حديقه، حديقه فيها الفضاء الاخضر، لا في المدينه لا في الباديه ما تفرطوش عفاكم في هذا الفضاء الاخضر. قلت انايا كذلك مؤتمرات اللي تكون علميه وطنيه ودوليه تسليط الضوء على هذا الحس الصحي. وعندنا اطر اللي ممكن دير هادشي، وعندنا جمعيات اللي ممكن دير هادشي، وعندنا مؤسسات اللي ممكن دير هادشي. انا كنقول غير هاد الامور هادي بزاف الامور دارت، واخا انا فقط كحصيله. لا 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 كذلك تكون ورشات للطبخ، ورشات للطبخ لكن طبخ الصحه. كذلك نشجعوا شباب وشابات اللي كيديروا المحتويات الهادفه. صور شاب شاد كاميرا 360 درجة ولا شاد كاميرا ديالو ولا شاد تليفون ديالو وغادي وكيصور في واحد المنطقة ويبين لك ثقافتها، وعنده تكنيسيان اللي يخدم معاه، وعنده تكنيسيان اللي صور له، وعنده اللي غيدير له المونتاج. هادشي خصو تشجيعات، تكون تشجيعات. المغرب إن شاء الله غيمشي في هذا الاتجاه هذايا، تشجيعات للمحتويات، لأن المحتوى التافه أنا قلتها لكم وسترون غيتسالى الناس غيتقهموا، حيت الحاجة الخايبة طلع في الراس الناس بزاف، الناس غيتقهموا بالتفاهه. غتلقى راسك اليوم غدا اليوم غدا واحد النهار ما غتحمش كاع تشوف هذاك الهاتف. لكن المحتوى الهادف كيخليك عطشان،
اللي كنشوف انايا واحد شوفوا برامج عندنا دي كونسيبت في المغرب زوينين. الشاب اللي مشى كيدير مجهودات في منطقه وعنده الدرون وعنده لي كاميرا وعنده دي بلون يعني واحد 3 بلون ولا 4 بلون هذا كيدير افور كيدير مجهود زايد المونتاج زوين فيه. هادشي اللي مطالب للناس اليوم. الناس كيقولوا الغلاء وهاد الامور. نعم الغلاء حنا براسنا نتضرر من الغلاء، لكن كاين فرصه ان الانسان يدير بزاف الامور. الشباب اي شاب اليوم خصو يتعلم التصوير والمونتاج، اللي ما فيهاش نقاش. تولي تعرف تخدم ليماج، تعرف تخدم الكوفر، تعرف تخدم المونتاج، تعرف تخدم التصوير، تعرف تخدم لي بلون. تعرف علاش؟ لانك هادشي هذا ممكن تصاوب محتوى. عندنا بزاف ديال المجالات اللي ممكن الانسان يصاوب محتوى. فتشجيع صناع المحتوى الهادف ودعم صناعه المحتوى الثقافي في هذه المساله هذه. لما لا تكون مسابقه جهويه ووطنيه في المجال ديال التعاونيات باش يكون هذا المنافسه البناءه. مثلا عندنا مثلا خير عندنا مثلا الماعز، جبن الماعز. لما لا ما تكونش مسابقة وطنية على لاكاليتي ديال جبن الماعز، يكونوا تاهية فيها لي مومبغ جوري ويدوقوا هذاك الماعز ويقولوا له هذا شوية حامض، يقولوا له هذا حسن المنتوج ديالك. العام الجاي اجي عندنا عاود ثاني. ناس راه كيعرفوني مش كنطبخ. لما لا يكون حتى في هذا الاتجاه هذا يكونوا ناس اللي يعني نظموا هاد يعني المسابقات الجهويه والوطنيه في المجال ديال خلق المقاوله ولا خلق التعاونيه باش تكون واحد النوع ديال المنافسه البناءه. اخر نقطه واللي انا شخصيا هاد الامور كهدية احنا كاكاديميه كلها كنشتغلوا فيها، لكن انا بالدرجه الاولى البحث العلمي شخصيا عندي طلبه اللي فوقاش ما طلب انه يدار يعني موضوع التخرج الا وكنقترحوا موضوع، وهذا الموضوع هذا يخلق يعني واحد النجاح باهر جدا. كنت عاود لكم القصه ديال الزميطه كانوا طالبات طلبوا انهم يبدلوا الاسم. قلت لهم انا لا، خليوا هذاك الزميطه هذاك السميه. في آخر المطاف كانت قصة، وحتى أن كانوا ديموتيفي. أنا الوحيد اللي كنت مأمن بهذاك المنتوج. هادشي كنهضر أنا في وسط الحرم الجامعي، يعني بي اف يعني بروجي دو فان ديتود، يعني هاد بي اف اللي دارت على الزميطة، واللي كانوا معاها 9 المشاريع والمشروع هذا هو العاشر. في الأخر كيطلع الزميطة هي الفائزة بالمشروع. باش تعرفوا ثقافتنا علاش كتقيس لا نوستالجي ديال لي مومبغ جوري، كتقيس الجانب الثقافي. وهذا البحث العلمي لما لا نشوفوا جبن بحث التخرج ديال الطلبة في الجامعات، لما لا نشوفوا الخميرة البلدية وراها كاينة دكتورة دابا، كاينة دكتورة تحضر واللي الشرف تأثير ديالها، دكتورة تحضر في المجال ديال الخميرة البلدية. لما لا نشوفوا يعني بحث التخرج في البوليفينول والأوليو كونتال والتيغوزول والهيدروكسي تيغوزول الأوروبيين اللي كاينة في زيت الزيتون، لما لا نشوفها. وهذا الشيء هذا ولا دابا الحمد لله ولاو الطلبة لا في الجانب ديال الجامعه ولا في ما يعني معاهد العلوم ديال التغذيه واللي شرف الطلبه راه كيتسنتوا لنا. يعني هادو طلبه اللي دائما انا كنقترح اليوم هاد المواضيع هادية اللي تكون مواضيع ديال التغذيه واللي كتعطينا فخر. هاد الطريقه اختي سكينه بالبحث العلمي بالاجتهاد الثقافي بتسليط الضوء الاعلامي بهذا الاقتصاد هذا بتشجيع هاد المحتويات الهادفه بالتسويق. هنا كنكونوا درنا تسويق داخلي مع راسنا بعدا مع راسنا. انا واحد المنتوج خصني نسوق له مع راسي، انا نقتنع به. بالحق الا اقتنعت به انا كنعرف نسوق له. كتلقى بعض الناس انا كنشوف في تقنيه التسويق ديال الماركتينغ تلقى شي واحد كيهضر على منتوج كيبان لك هو براسو ما مقتنعش به. بالحق لو كان انا كنولي متيم بهذاك المنتوج. ثقافتنا المغربيه احنا متيمين بها، احنا نعشق الثقافه المغربيه. فحنايا نسوقوها لراسنا نقتنعوا بها حنايا فرادى وجماعه، ديك الساعه غادي نعرفوا نسوقوها ان شاء الله للعالم. وانا قلت انا احنا مقبلين على احداث اللي هي جميله بزاف، احداث اللي غيزورنا فيها العالم. وانا قلت لكم السياحه المستقبليه هي السياحه الثقافيه، سياحه ثقافيه فيها تغذيه فيها رياضه فيها ترفيه فيها هذه الامور هذه كامله. وانا كان هذا
يعني الجزء الأول ديال ثقافتنا الغذائية المغربية، انتظار إن شاء الله نبدأ سلسلة أخرى إن شاء الله في حلقات وفي قادم الأوقات إن شاء الله بإذن الله. مرحبا. مشكور أستاذي لالا يختك، وإن شاء الله أكيد أنه لقائنا متواصل. سمحتي أن توقفوا مع فاصل ونرجع ناخذ أسئلة المستمعين، خليكم معنا.